السلام عليكم. فيديو اليوم غنتكلموا فيه على سبب ارتجاف الجفون، ارتجاف الشفاه، وفي بعض المرات ارتجاف الأنف. تابعوا معنا الفيديو. حالة ارتجاف الجفون أو الأنف أو الشفاه، هذه الحالة سميتها التكزز تيتاني. سبب الارتجاف هو نقص أحد المعادن اللي هي الكالسيوم. ملي كينقص لنا الكالسيوم في نهاية العصب الوجهي اللي كيمر من تحت الجفن كيحدث الارتجاف. ولكن علاش كينقص لنا الكالسيوم في الجسم؟ من أسباب نقص الكالسيوم هو زيادة نسبة الفوسفور في الدم. كتزادنا نسبة الفوسفور إذا كلنا اللحوم بكثرة ولمدة طويلة، كذلك إلا خدينا المشروبات الغازية، الصودا، الكولا، البيبسي، كذلك فيها حمض الفوسفوريك اللي كيرفع لنا من نسبة الفوسفور، فهذا كيؤدي إلى نقص الكالسيوم. من أسباب ارتجاف الجفون ارتفاع الفوسفور ونقص المغنيسيوم وتغير درجة حموضة الدم. عندنا في الجسم ديالنا درجة الحموضة ما خصهاش تفوت 7.35 حتى 7.45. عند ارتفاع البي اش ديال الجسم ديالنا لاكثر من 7.45 كيبدا الكالسيوم كيتحد مع البروتين في الدم وكيشكلوا لنا الالبومين، وهذا كيقضي على الكالسيوم. فاذا ما استقرتش درجه الحموضه عند المعدل الطبيعي للجسم فحركه ديال الكالسيوم كتولي اصعب، اضافه الى ان تراجع شده الحموضه اللازمه في المعده كيعيق امتصاص الكالسيوم، لهذا كتؤدي تغير درجة الحموضة في المعدة إلى مشكلات في الكالسيوم، يعني كتعيق امتصاص الكالسيوم، دير لنا الحرقة، كدير لو غوفلو غاسترو اوسوفاجيان باثولوجيك، وكدير ارتجاع المريء. الحل لمشكلة المعدة وتغير نسبة الحموضة ديالها هو استعمال خل التفاح. نستعملو خل التفاح ملعقة في كأس كبير ديال الماء وناخذوها مباشرة، كتعطينا نتائج رائعة، يعني كتساعد على استرجاع نسبة الحموضة اللازمة في المعدة، وكذلك على توقف الحرقة، توقف ارتجاع المريء. خل التفاح كيساعد كذلك على امتصاص الكالسيوم في الجسم، لأن ملي ما كتكونش عندنا حموضة اللازمة في المعدة ما كيمتصش الكالسيوم. ولكن علاش كتغير حموضة الدم؟ كتغير حموضة الدم إلا خدينا مدرات البول اللي هما لي ديوريتيك في حالة التقيؤ، في حالة الإسهال، وفي حالة ارتفاع نسبة الكورتيزول، وفي حالة فرط نشاط الغدة الكظرية بفعل التوتر الدائم. فالتوتر كينقص لنا من حموضة الدم، فكيقلل لنا من امتصاص الكالسيوم وكيؤدي إلى ارتجاف الجفون. فارتجاف الجفون دليل على نقص حموضة الجسم وعلى التوتر. ارتجاف الجفون دليل على نقص الكالسيوم ودليل على التعرض للتوتر ودليل على أن الجسم يحتاج لحموضة أكثر. لهذا كنصحكم باش تاخذوا خل تفاح في هذه الحالة، ما تفوتوش جوج المرات في اليوم، يعني ملعقة في كأس كبير مرتين في اليوم. ما تنساوش أنكم تاخذوا هذا المشروب بالبيبيت، تاخذوه بالبيبيت باش ما يأثرش على الأسنان ديالكم. أتمنى تكون معلومات مفيدة، مع متمنياتي لكم دائما بالصحة والشفاء.